ومعنا هاتفيا من اسطنبول سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث والسياسي، مرحبا بك. اذا يعني بدايه، هلا شرحت لنا ماذا يحصل والاثار المترتبه على هذه الهيمنه الايرانيه في الموصل؟ تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. انا اعتقد موضوع هيمنه ايران او ميليشيا او حلفاء ايران على مدينه الموصل بدا منذ عام 2003 عندما أقصي أهالي مدينة نينوى من جميع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية. عندما سيطرت القوى الطائفية على مدينة نينوى، بدأ ذلك بعد إدخال داعش إلى مدينة نينوى ومن ثم إخراجها بعد تدمير المدينة. بدأ هذا الإقصاء لمدينة نينوى بعد فتح المكاتب الاقتصادية وسيطرة الأحزاب الشيعية على المدينة. بدأت هذه القوى تشتري ذمم بعض من أهالي نينوى من أجل الحصول على مواقع في الدولة العراقية مقابل بيع هذه المدينة. هذه المدينة كانت عصية على إيران وعلى أمريكا قبل إيران عندما دخلت عام 2003. فهنا تسأر إيران من مدينة نينوى، في عندما كان أغلب أهالي نينوى هم قادة للجيش العراقي عندما تقاتلت إيران والعراق وقد لقنوها درسا بالغا، وهي اليوم تثأر من هذه المدينة، وأمريكا أيضا تثأر منها لمقاومة هذه المدينة لهذا الاحتلال البغير. فعملية مشتركة تخادمية ما بين إيران والولايات المتحدة على أهالي المدينة مع بعض ضعاف النفوس من أهالي المدينة. ولكن لماذا تغض الطرف الحكومة عن هذا التغول الذي بدأت ملامحه باستيلاء ديوان الوقف الشيعي على الأوقاف السنية في المدينة؟ لأن الحكومة هي جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. لا يمكن لحكومة لنظام برلماني ديمقراطي تعتمد على ملفها الأمني على الميليشيات. هذا أمر غريب جدا، ولا يمكن أن يكون في نظام برلماني إلا في العراق. كيف لنظام برلماني يعتمد على قوات الأمنية على الميليشيات ويسمح لهذه الميليشيات في إدخال الدخول في العملية السياسية ومن ثم سيطرة على البرلمان ومن ثم سيطرة على الحكومة؟ كل هذا مر وهو أيضا مخالف للدستور الذي كتبوه بأيديهم. كل هذا حصل، فإذا الحكومة هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. ومن يعول على الحكومة في حل مشاكل نينوى فهو واهم، وهو يرى لم يرى بعين بصيرة بل أعور العينين، الذي ينتظر من الحكومة أن تكون هي الحل لهذه المشكلة الكبيرة، والحكومة هي جزء من هذا المكون الذي استهدف المدينة بكل أطياف. إذن هذا التدمير الذي شهدته المدينة كان مقصودا لتدميرها ولرسم معالم المشروع الإيراني الجديد؟ بالتأكيد هذا التدمير كان مقصودا ومنظما ومخططا له، مخططا له منذ كما قلت لك منذ 2003، واستمر هذا التخطيط ويسير بخطى متواصلة إلى أن وصل إلى ما وصلت إليه، وسيستمر أيضا تدمير هذه المدينة وتغييرها الديمغرافي واستيلاء على ممتلكاتها ومقدراتها. ولا يكون أن نحمل موظف بسيط سبب كل ما يجري بقدر ما هو مشروع متكامل الأركان ما بين الحكومة وإيران والولايات المتحدة. هؤلاء الثلاثي هم الذين تمكنوا وهم الذين يقودون هذا المشروع التدميري والتغيير الديموغرافي الذي يحصل في الموصل وفي مناطق أخرى. أين دور نواب محافظة نينوى ومحافظها فيما يحصل، والمفترض بهم أن يدافعوا عن حقوق أهل مجلس محافظة نينوى؟ أيضا تحدث عن تعرض المحافظ لضغوط من الكتل التي صوتت له لتمرير مشروعاتها. يعني أنا حقيقة لا أريد أن أعمم، ولكن ممثلي السنة في البرلمان إما مغلوب على أمرهم أو قد باعوا ذممهم للآخرين، وفي كل الحالتين هي حالة سلبية لا يليق بالسياسي يمثل المكون، سواء كان مغلوبا على أمره أم كان قد باع ذمته بثمن بخس. والغالبية من باع ذمته بثمن بخس مقابل الحصول على موقع في هذه الدولة. اليوم إيران تمكنت من الدولة العراقية وتمددت في المناطق الغربية، ليس فقط على السياسيين فقط بل حتى على بعض رجال الدين وبعض رجال العشائر وإلى آخره من مكونات هذا المجتمع، تمكنت وتغلغلت إليهم مقابل ثمن بخس وفتات لا يسمح لرجل في القمة أن يبيع ذمته مقابل هذا الفتات الذي سيدخله التاريخ من أقذر أبوابه.
إذن إلى أين يسير العراق وسط هذه التقارير المحلية والدولية التي أكدت وجود حالة انفجار في العراق كله من تغيير ديموغرافي وهيمنة إيرانية متواصلة؟ أنا أعتقد ما يصل إليه العراق هو تفكيك الدولة العراقية وإنهاء الدولة القومية ومن ثم الدخول في دولة الطوائف، وكل هذا في خدمة إيران وفي خدمة الكيان الصهيوني، لأنه العراق بعقيدته الوطنية كان يعتبر الكيان الصهيوني وإيران هم عدوين لدودين، وهذه جزء من العقيدة العسكرية العراقية سابقا واليوم قد تبدلت. لهذا السبب أعتقد العراق ذهب إلى التفكيك وإلى دول الطوائف وملوك الطوائف الذي في خدمة قوى الشر التي تكيد الشر للعراق وخاصة الكيان الصهيوني وإيران. شكرا جزيلا لك من اسطنبول حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي.